بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الموضوع هذا، ونوجه كلمة للتلاميذ والطلبة والأبناء الأعزاء. الكلمة اللي نحوس نقولها وشن هي؟ كاين زوج عقليات تاع الأولاد، والله زوج عقليات تاع التلاميذ والطلبة. كاين النوعية الأولى، تلقاهم مثلا ظروفهم صعبة، الظروف المادية، الظروف المعيشية تلقاها صعيبة، تلقاهم زواولة، تلقاهم على قدهم، تلقاهم الوالي يتعب باش يجيب لقمة العيش، وتلقى الأم تتعب باش توكل وليداتها، وتلقى الأولاد ما همش فاهمين أصلا وش معناتها القراية. يعني الأب هذا كينحيها على فمه ويعطيها لولاده، وينحيها على فريسته ويلبسهم، يلبس ولاده، يقول لك أنا المهم ينجح ولادي في القراية، لكن الولاد ما يقدروش قيمة الحاجة هذه. تلقاه دائما يشكي ويبكي، أنا ما نقراش، ليه ما تقراش، ما كومش لبسوا فيا كيما صحابي، مانيش عايش كيما صحابي، حياتنا ما هيش مليحة، ودائما يشكي. وكي تقولوا له ما نجحتش في القرايه، والله ما خدمتش، دائما يقلبها للظروف، دائما يلوم في والديه، دائما يقلب كيما نقولوا احنا الفشل تاعو في الدراسه يقلبها لوالديه، وهو اصلا مش الظروف هي اللي تخلي التلميذ ما ينجحش في القرايه، هي التفكير السلبي تاع التلميذ هو اللي يخليه ما ينجحش في القرايه. تلقاه هو في حد ذاته سلبي، ما عندوش هكذا هدف في الحياة، ما عندوش رغبة في القراية، متكل على والديه هما اللي وكلوه، هما اللي شربوه، هما اللي لبسوه، وأصلا موش فاهم وش معناتها قراية، باللي القراية هي المستقبل، والقراية راهي ليه ماشي لوالديه. هذه النوعية هذه تلقاها تعب والديها، تعبهم، يعني قالهاش هم الدنيا وهم الزمان وهم الفقر ويزيد هم الأولاد ما يقراوش. تلقى الراجل والمرأة يتعبوا على جال باش يجيبوا اللقمة تاع العيش باش يكون المستقبل تاع ولادهم ملاح، وتلقى الولاد ما يقراوش. هذه الحاجة يتفشل الوالدين، تلقى الوالدين ينحيها على فمه باش يروح يجيب مراجع وكتب باش ابنهم يقرأ، وتلقى الطفل ما يحلش المرجع هذاك ما يقراش طول. تلقى الراجل هذاك تلقاه ما يلقاش وش ياكل، ويروح يسلف ويجيب مراجع لولاده، والولاد ما يقراوش. تلقاه يروح يسجلهم في دروس الدعم، يروح هذاك الطفل يروح يحضر الحصة وما يهزش حتى كلمة ما يهزهاش، كي شغل بيو يسجلوا في دروس الدعم يروح يحضر هذيك الحصة بلا ما يستفاد منها حتى حرف. ليه؟ لأنه المخ تاعو مسكر وماوش يحاول يتعلم. تلقى قد ما يوفروا لهم مثلا جو مليح به يقراو، ما يقراوش، يمشيوا بواحد العقليه هكذا زعما كي شغل يتمزاو على والديهم. قد ما الاباء يقولوا للطفل، يقولوا له حط اقرا، قد ما هما يزيدوا يعاندوا، يقول لك ما نقراش، كي شغل زعما القرايه راهي لبوي والله لمو. هي القرايه ما هي لمك، ما هي لبيك، القرايه راهي ليك انت، امك وبيك مامش دايمين لك. بعدك هي تكبر تدوم لك ذراعك وتدوم لك الشهاده اللي ديتها، تدوم لك قرايتك، هذا مكان قريت في صغرك وتعبت في قرايتك، كي تكبر تلقى عندك الشهاده وتخدم خدمه ريحه. ما تعبتش في صغرك وما قريتش، رايح لما تكبر رايح ما تلقاش الشهاده، ولما تخدم راح تخدم خدمه فيها التعب، يعني كل شيء يولي ليك. هذه النوعيه الاولى، وراهي ما كاينه غير هي. تلقى الولاد يتمزاو على والديهم، قد ما يقولوا لهم حطوا تقراو، قد ما يقول لك انا ما نقراش، يظل يلعب، يظل فليجو، يظل يخمم، واحد العقليه هكذا اللي ما، ودوك الولاد تاع دوكا ما تقدرش تضربهم، ما مش تعذر، تهدر معهم بالعقال ما يفهموش. نحوس على النوعيه هذه، النوعيه هذه. وفي المقابل كاينه نوعيه واحده اخرى، تلقاهم ليش ظروفهم صعيبه، ليش فقراء، ليش زواوله، تلقاه من صغره او ليش ما يهدروش معاه والديه اصلا ويقول له حط اقرا، تلقاه وحده فاهم باللي القرايه هي المستقبل تاعو، وباللي لازم يقرا، لانه القرايه هي اللي راح تفتح له
بواب المستقبل هي اللي راح تسهل له حياته. يقول لك انا يا والدي ظروفهم صعيبه والمعيشه صعيبه، ما نقراش، وين بها؟ يقول لك انا نقرا ندي الشهاده نخرج ونخرج والدي من هذه الظروف الصعيبه. كاينين اخرين وحدهم وحدهم بلا ما تقول لهم حطوا تقراو، وحدهم فاهمين باللي لازم يحط يقرا، وحده يبحث يحب يفهم يحب يطرح الاسئله، او لاش ما عندوش تلقاه لاش ما عندوش المراجع يروح مع اصحابه يقعد معاهم يجمع معاهم يسلف مرجع يسلف كتاب يبحث يروح يسقسي هو حاب ينجح. وكاينه فئه واحده اخرى قد ما توفر لها قد ما توجد لها ما يقراوش. انا الكلمه البرك اللي نقولها اللي قرا قرا ليه ماوش الوالدي، والديك ماوش محتاجين قرايتك، تقرا ولا ما تقراش والديك ديجا خلاص هما اللي جابوك، فوتوا حياتهم ياكلوا ويشربوا يسرع عليهم. دوك لكان هو اللي قريت راهي ليك انت، كيما نقولوا من بعد الشهاده راهي سلاح في ايدك، تخرج طبيب تخرج مهندس تخرج استاذ تخرج معلم تخرج حاجه هكذا حاجه مهمه في الحياه. ما قريتش ثاني ليك انت ليك انت، بس الحاجه اللي لازم تفهمها بلي الحياه هذه راهي صعيبه راهي ماشي سهله. اذا كنت انت يا ماكش قاري وماكش عاطي قيمه للقرايه وماكش فاهم بلي القرايه هي المستقبل تاعك، دير في بالك بلي من بعد نهار اللي كيما نقولوا بعيد الشر تعاود خطرة وزوج وثلاثة وما تنجحش والله يزعكوك من القراية، هذاك الوقت تفهم تقول يا ندمتي ساعة ما ينفعش الندم. كي تخرج للحياة تلقى الحياة باعرة، الحياة راهي صعيبة، تروح تدير تكوين ما عندكش حق باش تدي شهادة تخدم في إدارة ولا تخدم حاجة تاع ورقة وستيلو، تولي تروح تخدم حاجة تاع العضلات. انت قرايتك ما خفتش عليها، قرايتك ما عطيتهاش قيمة وأهمية، رايح تدير قيمة الخدمة حاجة واحدة أخرى تاع عضلات. يعني أنا نقول ربي يهدي ولادنا وربي يسدد خطاهم إن شاء الله وربي ينورهم، وإن شاء الله الأولاد هذو يفهموا بلي القراية تاعهم راهي هي سلاحهم، والحياة راهي واعرة ماشي سهلة. ولكن والديك اليوم راهم يوكلوا ويشربوا ويلبسوا، غدوة رايح تكبر عيب أنك تدي مصروفك من عند بابك ولا من عند الوالدة تاعك. عول على ذراعك، مش تعول على ذراعك انك تروح تخدم، وانما عول على ذراعك انك تقرا 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 وتنجح في قرايتك. ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله.